شريحة الملغى تعيينهم بوزارة الدفاع اللي بالفعل دي يطالبون القائد العام القوات المسلحة التدخل في فتح ملفهم انصافهم الوقوف الأسباب عدم شمولهم بالعودة المرتقبة ونرجع للموازنة المقبلة اللي بالفعل تعسرت اليوم ولادتها. لا إن شاء الله إن شاء الله أنا أعتقد الموازنة قريبا راح تقر لأن أكو تفاهمات كبيرة الباحك يعني لو شوفين حديث السيد القائد العام القوات المسلحة كان واضح يعني اشتغلوا بشكل كبير عليها وان شاء الله تقر هذه الموازنه وبما فيه خير للعراق وللشعب العراقي ان شاء الله يا رب. موضوع الغاء التعيين شنو هو الغاء التعيين؟ انا اليوم جيت تطوعت فحصت كملت صدر امر اداري بتعييني من يصدر الامر الاداري بتعييني يعطون ان ننطي بالامر الاداري شهر كامل شهر ونتصل يتصلون بمن إدارة التطوع تتصل بصاحب التعيين كمثلا كوجدان يا ترى أنت صدر الأمر الإداري مالتك هذا هلقد في هلقد تلتحقين إلى فلان مركز التدريب ورا شهر ما التحق قانونا بعد عدم التحق بعد شهر يعتبر ملغى التعيين ليش نقول له إحنا أعطيناك فرصة خلي أقف على هاي النقطة إحنا أعطيتوه فرصة احتمال هاي الفرصة للشهر صار عنده ظرف يعني مثلا لازم ست وجدان انا اليوم من اجي ابلغك واقول لك ست وجدان انت طلعت تعيين وعندك شهر بالتحقيق اكو ناس كانت بسبب المعارك اللي موجوده وغير كاني وين اروح ومنا معارك واروح استشهد واروح غير واروح غير اكو ناس تبلغ وما راح اكو ناس راح التحق شاف الوضع ما يعجبه رجع ورجع طيب انا اليوم بحاجه الى مقاتل انا اظل انتظر هو شهر ما مداوم ما التحق واني بحاجه لمقاتلين زين ليش راح مني هذا التخصيص المالي زين انا اعطيتك فرصه اكو بديل عنك اجيب غيرك بالاحتياط موجود اخليه يتعين بمكانك ويداوم بالمؤسسه العسكريه فموضوع الغاء التعيين هو واضح جدا انه احنا اعطيناك فرصه تعينت لكن انت ما اخذت فرصتك انه جيت التحقت وداومت يبقى موضوع إعادتهم قبولهم هذا مناط بتقدير القيادة العسكرية إحنا دا نحكي الحالة يعني ممكن أسا واحد يسمعني يقول ها أنت ضدنا لا أنا مو ضد أحد أنا دا أحكي الحالة لكن موضوع إعادتكم أنا مو صاحب قرار صحيح أنا أوضح الحالة وأي واحد يجيني أرفع طلبة طبعا بالمناسبة هو يجوني يرفع طلباتهم يبقى القيادة هي اللي تقرر أرجعهم أو ما أرجعهم زين أكو قسم منهم مثلا إذا تجين عليه إلغاء تعيين نجي على عمره ما يصير يرجع لأن تجاوز السن القانوني للتطوع 30 سنة بصفة عسكرية 30 سنة ممكن أكو بيهم كان 28-27 وهذه السنين إجا يا بعمرك ما يسمح لك بعد ترجع صح أنت طلع لك عين أنت ما جيت استفاديت من التعيين